السياسيين معانا الفترة ما كانتش الفترة الأخيرة معناها ما كانتش سهلة بكل اللي عاشته البلاد. عشنا فترة صعيبة ياسر منذ سنة، ولهذا فما حالة إحباط في المجتمع. الناس كل اللي التحقت بينا من اللي عاودنا التأشيرة في جانفي فيفري 2014 عملوا خدمة خارق العادة، اللي جابت قبول الحزب أفاق تونس في المجتمع التونسي، وتوا قبول كبير ياسر فما للحزب. وكما ريتوا في الأول وقت اللي كنا طامحين باش نمشيو، الطموح تاعنا موجود باش نمشيو للانتخابات التشريعية، هي ما هي كان مرحلة لبناء إن شاء الله حضورنا في الساحة السياسية. فما برشا ناس تحقد بينا وشرفونا وعطونا ثقتهم، وإحنا زاد درسنا وخذرنا شنو تبيعتهم وشنو المجال وشنو علاش يحبوا يتلاقوا بالشأن العام اليوم، وعلاش ينجموا يجيبوا إضافة في جهاتهم اليوم. وخلطنا موجودين إن شاء الله توا اليوم في 30 دائرة انتخابية على 33، كان ودنا نكونوا في كل الجمهورية وحتى في الخارج. ونعتذروا الأهالي تطاوين اللي ما خلطناش كوننا قائمة في تطاوين، وما كوناش قائمة في إيطاليا، وما كوناش قائمة في ألمانيا، ولكن احنا حزب في مرحلة اللي الطموح قد ما قاعدين نقدموا قد ما يكبر. حاجتين قدامنا من فضلكم تسمحوا، حاجتين قدامنا مهمين ياسر. اللي يمارس السياسة وهذه عقليتنا من اللي بدينا يزمو يحب الناس، يحب يخدم الناس. السياسة احنا راهي ما هي كان خدمة للمجتمع، وإذا الثقة فقدت اليوم بين المجتمع التونسي والسياسيين، نعتبره احنا لخطر السياسيين ما لعبوش دورهم كما يلزم في 3 سنوات اللي فاتت. وكلنا عندنا مسؤولية، ما نلوموا على حد. المدة كانت باش تكون قصيرة طولت أكثر من اللازم. الدولة عمرها ما شدت هيبتها ولليوم ما زالت تعاني في هيبتها. الحالة الاجتماعية تاع التوانسة مش ما تحسنتش، الدهور كاسر. اللي نسألوه جبنا على بطالة الشباب، جبنا على غلاء المعيشة، جبنا على الأمن وعدم الاستقرار. 3 سنوات صاروا فيهم برشا حاجات، وصاروا فيهم حاجات إيجابية، وخرجنا بدستور، أما هو كان قانون أفقي الدستور. برشا حاجات باش تصير في 5 سنوات القادمة. المسؤولية ماهيش كمسؤولية السياسيين، المسؤولية زادة مسؤولية المواطنين اللي دورهم هما اليوم باش يختاروا شكون يمثلهم، واللي باش يمثلهم لازم يكون في المستوى.